جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. تجد بعض أفراد المسلمين قد يكون راعيا لماشيته وقد يكون عاملا في مزرعته، يحمل معه جهاز راديو أو مسجل لكنه لا يستفيد فائدة لدينه أو دنيا. لعل لكم كلمة يحفظكم الله. لأن الغالب منهم إنما يستمع من الراديو إلى ما لا فائدة فيه أو ما فيه مضرة كالأغاني و التمثيليات وما لا فائدة فيه أو فيه مضرة على الإنسان. أما أن يستمع إلى البرامج الدينية ويقبل عليها كإذاعة القرآن الكريم وما يلقى فيها وبرنامج نور على الدرب وغير ذلك من البرامج الدينية، أقليل من الناس من يصغي إلى هذه البرامج ويستفيد منها. هذا هو السبب. وإن كان يستمع للإذاعة ويحمل الراديو معه وهو يشتغل، إلا أنه يستمع إلى أمور لا تنفعه بل قد تضره، ولا يسمح بشيء من الوقت لاستماع برامج إذاعة القرآن والبرامج الدينية في أوقاتها ويستفيد منها. نعم.